ننتظر حتى تأتينا المعلومة بشكل رسمي من شعب الإخوة الذين ظهرت أسماءهم في قوائم الترشيح، ثم بعد ذلك الإجراء المعتاد والتقليدي هو بعد اعتبار هذه مخالفة لقرار الجماعة المركزي بمقاطعة الانتخابات النيابية، سيتم تحويلهم إلى المؤسسات الدعوة المعنية بالنظر في مثل هذه المخالفات، وأعني المحاكم التنظيمية الداخلية، والأمر بعد ذلك متروك لهذه المحاكم وما ستقرره وفقا للوائح والأنظمة الداخلية، ومع حفظ كامل الحقوق للإدعاء العام أو الإخوة المخالفين.